السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف الثاني المتوسط الجزء الثاني، عندي صفحة 66، حل مراجعة صفحة 66. أولا، ما الصوت وكيف يحدث؟ طبعا الصوت عندنا تعريفه، هو موجة طولية تتكون من سلسلة من التضاغطات والتخلخلات، ينتقل في الأوساط المادية فقط. هذا تعريف الصوت. أو شنو كيف يحدث؟ طبعا أقول له يحدث الصوت عندما يهتز جسم في وسط بسبب تفاوت دقائق الوسط وتضاغط، وعند ابتعاده عنها بسبب تخلل لتلك الدقائق. هذا الصوت وش وقت يحدث. ثانيا، ما القانون الرياضي التي يوضع تأثير درجة الحرارة في مقدار سرعة الصوت في الهواء؟ اللي هو القانون هذا، أبو 331 زائد 0. هياته هذا القانون الرياضي، هياته 331 زائد 0.6 تي. هذا القانون الرياضي. زين، ثلاثة، ما الصدى وما شروط تولده؟ الصدى، تعريف الصدى هياته، يعني هذا تعريف الصدى. الصدى هي ظاهرة تكرار سماع الصوت الناشئ عن انعكاس الموجات الصوتية. شروطها، هذن النقطتين، أن تكون أقل فترة زمنية بين سماع الصوت وصدى 0.1 ثانية، وجود سطح أو جدار عاكس للموجات الصوتية. صفحة 63 طبعا تعريف الصدى وشنو شروط الصدى. يلا عيني، ننتقل إلى رابعا. يقول أي خاصية من خصائص الصوت تستعمل للتمييز بين صوت الطائرة وصوت الإنسان؟ طبعا خاصية علي الصوت. خامسا، قارن بين الموجات الفوق السمعية والموجات التحت السمعية. الموجات الفوق الصوتية، هذه الموجات الفوق السمعية، أقول هي الموجات التي يكون ترددها فوق 20,000 هرتز، وتستعمل في المجالات الصناعية والطبية، وكذلك لقصر أطوالها الموجية وطاقتها العالية. هذه الفوق السمعية. أما التحت السمعية، أقول له هي الموجات التي يبلغ ترددها 20 هرتز، 20 هرتز، ولكن لا يشعر بها البشر، ولكن تتحسسها بعض الحيوانات كالفيلة والخيول. وكذلك نقول تستعمل لرصد الزلازل ومتابعة النشاط البركاني. زين، التفكير الناقد. أولا، لماذا لا ينتقل الصوت في الفراغ؟ لأنه لعدم وجود دقائق مادية في الفراغ، وتعمل على نقل الموجات الصوتية بشكل تضاغط وتخلخل. ثانيا، كيف تميز الأشخاص دون أن تراهم؟ خاصية نوع الصوت ودرجة الصوت. ثلاثة، ما سبب استعمال الموجات الفوق السمعية في أجهزة السونار؟ بسبب طاقتها العالية وقصر طولها الموجي. رابعا، أفرض أنك تحاول أن تسمع وقع أقدام، هل تضع أذنك على الأرض أو ترفع راسك في الهواء، ولماذا؟ أقول له نضع الأذن على الأرض. ليش نضع الأذن على الأرض؟ لأن وقع الأقدام قد عمل تضاغط وتخلخل في دقائق الأرض، حيث ينتقل الموجات الصوتية بأسرع من الأرض منه وإلى الهواء. لهنا وتخلص محاضرتنا، وإن شاء الله التوفيق.